هلا مشاهدينا بننتقل لمحطتنا الطبيه ولموضوع عم نحكي عنه خلال رحلاتنا الصباحيه بشكل مستمر، خصوصا خلال الشهر الوردي. اكيد اكيد نور، كلنا بفقرتنا الاولى عم نحكي عن النظام والحميه الغذائيه المناسبه لكل انثى ممكن تتعرض للاصابه بسرطان الثدي، وبعدنا مكملين ضمن فقرتنا الثانيه ضمن التوعيه. دراسات الصحه العالميه اثبتت انه من بين كل 12 انثى عم بيكون في عنا انثى تصاب بمرض سرطان الثدي، وهي نسبة ابدا ما أنا قليله. لو قد ايه مهم نعرف نحن اهم الاعراض والمؤشرات اللي بتدل على ظهور سرطان الثدي عند الانثى، وشو هي اهم الاجراءات اللي ممكن تكون وقائيه قبل الاصابه. اكيد ضيفنا لليوم الدكتور نوري المدرس، رئيس الجمعيه السوريه للاورام ومدير المجمع الاكرم للهلال الاحمر. سعد صباحك دكتور، وصباحك صحه، اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك دكتور. عم نحاول يمكن خلال رحلتنا الصباحية وعبر جميع وسائل الإعلام نعمل رسالة توعية قديش مهم اليوم الكشف المبكر عن سرطان الثدي، لكن خلينا نحكي بالبداية لكل الصبايا والسيدات، بتقول لك أنه أنا لو كشفت كل شهر كل 6 شهور هل هناك أعراض؟ يعني أنا بعتقد أنه هو مرض صامت للأسف عم يتم اكتشافه لما يكون السيدة أو الصبية مصابة بمرحلة ثانية مش بالمراحل الأولى. هذا الشيء اللي بدنا نحاول دائما نورجيه، انه في عندنا الكشف المبكر عن سرطان الثدي هو خير وقايه، وفي تشخيص. لا في تشخيص، التشخيص مثل ما قلتي انه وقت اللي بنلاقي اي كتله بنشخصها، بنشخصها يا بالماموغرافي يا بالخزعه يا بالايكو. بينما الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وهي يعني الهدف تبع حملتنا، انه تجي السيده بدون اي اعراض، لا شافت كتله، لا شافت احمرار، لا شافت انسحاب حلمة، لا شافت نزح حلمة، ست طبيعية تماما سريريا، بنساوي لها صور بوقت محدد. هلا لانه سرطان الثدي مثل ما بتعرفوا انه ما في له وقاية، يعني ما فينا انه ناخذ لقاح او ناخذ اي شيء انه نقي من سرطان الثدي. سرطان الثدي الوقاية الوحيدة له هي كشفه المبكر. صحيح. لانه كشف المبكر انه اذا كشفنا كتلة صغيرة أقل من 1 سنتيمتر بدون أي انتقالات لا للقبط لا للرئة لا للكبد، فنسبة الشفاء تبعها 95%. بس ما استنينا شوي صغيرة وصار في عنا أكثر من 3 سنتيمتر بين 2 ل 3 سنتيمتر وصار في انتقالات، نزلت النسبة تبع الشفاء لحوالي 45%. فيعني بتحسوا أنه في فرق كثير كبير. صحيح. بين الانذار، هذا بسموه الانذار، بين 95% وبين 40%. لذلك نحن هلا الحمله تبعيتنا، هلا اذا بتحبوا نرجع على الحمله. الحمله الشهر الوردي هو شهر الوقايه من سرطان الثدي. هلا بديت دائما نحن الجمعيه تبعيتنا اشتغلت من 2006 بديت بهالموضوع، واشتغلت فيه على مستويين. المستوى الاول هو التوعيه، لانه مثل ما بتعرفوا قبل 2006 في كثير من السيدات ما بيحكوا اسمه خوفا من انه ينصاب، بيقولوا لك انه هذاك المرض. صحيح. اي المهجور ما بعرف شو. هلا صار في عندنا انه في ناس كثير صاروا يحكوا، في كثير من الاوقات قبل 2006 انه تنصاب السيده ويكبر عندها الكتله وتخاف او تخجل او يصير في عندها هذا انه ما بدها تحكي للعالم وما تروح، فنلاقي انه الكتله عم تكبر وحتى ايام كثير بتساوي انتقالات وبتنزل برا، هذاك الوقت بتروح. نحن كان دورنا اول كل، وعن طريقكم وعن طريق كل الجمعيات اللي بنقدر نوصل فيها للسيده، هلا عندكم انتم عم توصلوا لبيت كل سيده وتقولوا لها انه المفروض تعرف شو هو سرطان الثدي، وتعرف انه في له شفاء اذا كشفته بشكل باكر، وممكن انه هلا المحور الثاني انه نسوي فحص مجاني لكل السيدات. فنحن مثل ما قلت لكم قبل شوي قبل الهواء او فوق الهواء، انه نحن عم نساوي كنا نساوي من 2006 نساويها مرتين بالسنه. المره الاولى على عيد الام نساوي هديه لكل السيدات اللي الامهات، انه نساوي لهم فحص مجاني بالماموغرافي،
واليوم الثاني او المره الثانيه بالسنه بيكون بشهر تشرين. من السنه الماضيه سوينا لانه كان في كورونا وصار في خفنا انه نجيب كل السيدات بشهر واحد ويجي ويصير في خوفا من انه عدوى بالكورونا، فسوينا على مدار السنه كلها. هلا بالهلال الاحمر عم نساوي كل السنه كل بعد الظهر يوميا بنساوي بين 3 إلى 5 مريضات بدون اي اعراض، هي بنرجع عليها انه بدون اي اعراض. كل سيده تتجاوز الأربعين سنه، يمكن ما في كثير بتجاوزوا الأربعين سنه، ما هي كلهم بعد الأربعين بيرجعوا لورا بسبب ضغوط الحياه دكتور وبسبب الظروف اكيد اللي عم نعيشها. هلا كل سيده بالأربعين سنه بحق لها بالنسبه للهلال انه تجي وتصور ماموغرافي مجاني. هلا كل سنتين يكفي انه يساوي ماموغرافي واحد، ما عدا بعض اشخاص اللي بسموهم السيدات ذات الخطر العالي. سيدة ذات خطر عالي هي الست اللي بيكون في عندها بالعائلة، يعني امها خالتها، يعني من طرف الام اكثر من طرف الاب، بس كمان الاب يعني العمة بتعطي بس بشكل اقل. هلا السيدات اللي عندها العمة والخالة هدول بيكون سيدات ذات خطر عالي جدا، فهدول بنساوي لهم اياه كل سنة. وحتى إذا كانت أمها اللي كانت منصابة نحن بنبدأ بنفحصها قبل 10 سنوات من الوقت اللي صار مع أمها، يعني صار مثلا بال50 مع الأم، من بالبداية الأربعين نحن بنساوي لها يعني. هي الوراثة. في عندك التغذية، في عندك الهرمونات. هون عم نحكي أسباب دكتور. نحن بالفقرة قبل حضرتك كان معنا أخصائية أكيد، وحكينا بموضوع التغذية والحمية الغذائية وقديه اليوم مهمة بتصوير هذا المرض أو وقائيا. خلينا نقول خلينا نحكي بأسباب تانية، ذكرت الهرمون، ذكرت وراثيا. هلأ دائما الدراسات بتقلك أنه النفسية أكيد كمان تلعب دور كتير كبير بهذا الموضوع. طبيا شو رأيك حكيم؟ هلأ نحن منقول بشكل عام السرطان الثدي او اي سرطان يعتمد على سببين. السبب الاول هو السبب الجيني او الوراثي، يعني في بالجينات في عطب معين، هالعطب بيزيد من نسبه حدوث سرطان الثدي، بس مو يعني لا يجب انه يصير، انما بيزداد النسبه انه تنصاب سرطان الثدي. هلا في البيئه، انتم حكيتوها هلا على التغذيه، نحن بنحكي على الهرمونات. الهرمونات شغله كثير كثير مهمه، ومثل ما هلا صايرين عم نسمع انه في الناس اللي حابين يجيبوا طفل يعني الحمل المساعد، يعني انه ياخذوا او يسموها حمل طفل الانبوب. فطفل الانبوب بيصير في نوع من اغراق هرموني مشان انه يصير في عده بيضات وينقطفوا ويصير في التلقيح برا وبعدين جوات الرحم. هذا ايام كثير في سيدات من لا من اول ولا من ثاني مره بيصير، فصار في عندها نوع من اغراق هرموني لفتره قريبه، ممكن كثير نوع من انواع سرطان الثدي بيكون بتاثر بالهرمونات ويصير في عندها سرطان الثدي. الشغله الثالثه ايام كثير انه بيصير في عند السيدة نفسها انه البلوغ بيكون باكر، وسن الانقطاع الدورة بيكون متأخر، ففي فترة بتكون كتير كبيرة جسمها عمال يتأثر بالهرمونات اللي هي عملتها. في شغلة بديت من 4-5 سنين وبعدين هلا يعني التغيت، كان في السيدات اللي وصلوا لمرحلة سن الحكمة بيسموها أو سن انقطاع الدورة، بيحبوا هنن يضلوا بنفس الترتيب تبع قبل الدورة، لذلك بياخذوا شيء اسمه المعالجة المعاوضة، لأنه بياخذوا هرمونات مشان تعدل الهرمونات اللي نقصت بسبب انقطاع الدورة. هذا كثير بيأذي، وممكن إذا كان عنده استعداد أو عندها نوع من أنواع السرطانات التي تتأثر، لأنه سرطان الثدي ومو سرطان واحد،
هو حوالي 40 نوع سرطان. في نوع بتأثر بالهرمونات، في نوع ما بتأثر بالهرمونات، في نوع ما بتأثر بشيء أبداً اللي بيسموه هذا الثلاثي السلبي، وهذا كثير من أخطر الأنواع. لذلك أنه سرطان الثدي مفروض يكون فيه له دراسة، ودراسة كثير جيدة، لأنه الهرمونات ممكن تأثر. الشغلة كثير هلأ صار عم نحكى فيها أنه الأشعة اللي عم تتاخذ لسيدة، فرضاً سيدة كانت صغيرة وصار معها ليمفوما، فالليمفوما بيعطوها من المعالجات بيعطوا أشعة على منطقة الثدي، يعني أنه في العقد اللي بالمنصف هي قريبة كثير من محل الثدي. وقت اللي بتاخذ معالجة شعاعية لهالمنطقة صارت هي سيدة ذات خطر عالي وقت اللي بتكبر. لذلك كل هدول نحن بنحطها في بالنا وقت اللي بنساوي الكشف المبكر عن سرطان الثدي. يعني نحن بنقول بشكل عام انه من بعد الأربعين بيكثر سرطان الثدي، لذلك انه بنقول كل السيدات بعد الأربعين يجب على الاقل تساوي ماموغرافي واحد. بعدين بنشوف اذا ردنا انه نساوي لها، اذا كانت سيده ذات خطر عالي بنساوي لها كل سنه. صحيح. اذا كانت سيده عاديه وما في عندها اي عوامل بتزيد من سرطان الثدي بنساوي لها كل سنتين، لانه كمان ما لازم نزيد من كمية الأشعة اللي عم تتأخذ بالماموغرافي. هلأ صار في كثير ناس عم يحكوا بأوروبا وهون إنه ممكن نبدأ مع السيدات الصغار، يعني اللي بين 30 و50، إنه هدول نبدأ معهم بالإيكوغرافي وليس بالماموغرافي. الإيكوغرافي هو عبارة عن فحص بالأمواج فوق صوتية اللي ما فيه له أي تأثيرات تراكمية. بينما بيبين حكيم هون إذا في أي مؤشر للدعم؟ برافو عليك. هلأ نحن بنبدأ فيها. هلأ إذا لقينا أنه ما عطتنا الإجابة الكافية بننجبر نسوي ماموغرافي، بس دائما لازم نحط في بالنا أنه نخفف من كمية الأشعة عن طريق الماموغرافي. هلأ بالعالم لقوا أنه الماموغرافي له دور كثير كبير، فصار هلأ يجيبوا أجهزة سموها ثلاثية الأبعاد للماموغرافي، وكمية الأشعة هي ديجيتال بسموها الإيكوغرافي، كمية الأشعة اللي عندك كثير قليلة وبتساوي مقاطع على الثدي، هي بنقدر نساويها. هلأ بالعالم كلهم صاروا كمان عمال يحكوا عن الرنين المغناطيسي، فصار الرنين المغناطيسي بمرحلة من المراحل بيحل الأمور اللي يعني ما انشافت لا بالإيكو ولا بالمامو. وممكن أيام كثير للناس اللي بتأثروا بالأشعة أنه نبدأ بالرنين المغناطيسي ونساوي لهم إياها الصور، وممكن حتى الكشف المبكر عن سرطان الثدي يكون بالرنين المغناطيسي في بعض الأوقات. طيب دكتور، أشرت لنقطة كثير مهمة ببداية حديثك أنه لما يتم الكشف المبكر هي أهم نقطة، لما تكون الكتلة أقل من 1 سنتي ممكن يتم عملية العلاج والشفاء بشكل 95%. خلينا نحكي عن الكشف المبكر، وإذا اكتشفنا قديش فعلياً مراحل العلاج اللي بتمر فيها الصبية والسيدة وقديش نسبة الشفاء. خلينا نطمن كل الصبايا والسيدات، لأنه يمكن قد ما تطور العلم بعدها بتكون هي الرهبة وهذا الخوف لما نقول سرطان، هذاك المرض مرتبط دائماً بالحياة، يعني نقول يا حياة يا موت، يعني هي دائما مربوطه بالذاكره. فخلينا نطمن الصبايا والسيدات من خلال شاشتنا انه العلاج بمرحله مبكره ممكن يؤدي للشفاء الكامل. هلا انا سامحيني بدي احكي شغلي انه لا ترتبط بالحياه. هذا الفكره القديمه. لذلك هلا نحن هيك قلت لك هو معتقد، يعني انه نحن بواحد سنتيمتر بدون اي انتقالات يعتبر مرض مثل بقية الأمراض وشافي ل 95%. فالمرض الشافي لأكثر من 95% يعتبر مرض عادي، يعني سليم. هلأ نحن وقت اللي بنحكي أنه صار المرحلة الرابعة اللي هي أكثر من 3 سنتي الكتلة مع انتقالات للعقد تحت الأبط ولا الرئتين والكبد وحتى أوعية الدماغ، هذا صار مرحلة حياة وموت مثل ما قلتي، لأنه صار في الورم أو الكتلة ما بقيت محلية، صارت معممة بالجسم كله. لذلك نحن بنرجع بنقول دائما
انه افضل شيء واكثر وقايه للاصابه بالسرطان الثاني هو كشفه باكرا. صحيح. كشف الباكر، وهالشيء لازم يعني يشمل كل الانواع الاورام. صحيح. يعني هلا نحن عندنا بالهلال الاحمر عم نساوي ابتداء من الشهر الجاي ان شاء الله بنساوي 3 أورام بنفس الوقت كشف مبكر، اللي هو ثدي وعنق الرحم والبروستات عند الرجال، عن طريق فحص لكل وحده منهم ممكن انه يعطينا فكره انه هالشخص ما في عنده ولا في عنده ببدايته ونقدر نعالجه. فكل شيء نحن بنساويه انه كشف مبكر يعتبر خطوه كثير كبيره للشفاء، والشفاء الشبه كامل يعني لكل الاورام. اليوم عم نحكي بشكل عام دكتور. عم نحكي بشكل عام، بس هلا ما دام نحن بالشهر الوردي نحكي على السريع دكتور، بس هيك سريعا كرمال ركز اكثر على الجمعيه السوريه للاورام. اليوم ما في حملات وفي نشاطات، خلينا نعرف وين عنوان المركز، واليوم اي صبي اليوم حابه انها تتوجه لعندكم شو الطريقه؟ هلا الجمعيه السوريه للامراض الصدريه في عندها مبدئيا عده مراكز. صحيح. بس العده مراكز ما أنا على طول عم تشتغل. الشغلة الوحيدة اللي صار هو مثل اتفاقية بين الهلال الأحمر الأكرم وبين الجمعية السورية، لأنه أنا بشتغل بالتنتين يعني، فلذلك قدرنا نساوي تمويل بالهلال الأحمر الأكرم اللي بآخر أوتوستراد المزة، أنه نساويه بشكل دائم طول السنة. يعني ما بقى بدنا نساوي شهر وردي، بدنا نساوي سنة وردية. صحيح. وحتى عمر كامل وردي. يعني احنا هلا سوينا تمويل معين انه كل سيدة بتجي بعد الأربعين بحق لها مرة كل سنتين، اذا ما كانت ذات خطر عالي. اذا كانت ذات خطر عالي نساوي لها كل سنة مرة. هلا نساوي لها الماموغرافي مجانا مع فحص ومع منساوي يا ريت جايب في عنا مثل استماره، وهالاستماره مترجمه عن مراكز عالميه، انه اول كنا نسوي لها فحص سريري، بعدين بنشوف اذا كان في عندها هي سيده ذات خطر عالي، اما خالتها هي الى اخره، ومنساوي التصنيف اللي هو عالمي اللي اسمه بايراد. هلا اذا كان 1 و2 بايراد معناتها سليمه 100%، و خليها تجي بعد سنتين. هلا اذا لقينا بايرات 3 هذا معناته انه في عندها امكانيه من يعني اشتباه خبز اقل من 3%، هي بنسوي لها فورا ايكوغرافي مع الماموغرافي مجانا كمان. اذا لقينا اي كتله مشتبهه بنسوي لها خزعه كمان مجانيه. هذا بيعود بيصير في عندنا بهالتصنيف، يا انه بنرجعها نشوفها كل سنه، يا بنقلها تعي كل سنتين، مشان او انه بنلاقي شغله. ومثل ما قلت لكم قبل شوي انه من الكشف المبكر عالميا، وهون عمال يطلع تقريبا 1% من سيده ما في عندها اي اعراض طلع لها كتله صغيره مشتبهه، وممكن اذا اخذنا خزعه موجهه انه تطلع ادينوكارسينوم يعني سرطان في اوله، اللي بيكون حتى هذا بسموه انسايتو بالانجليزي، انه في مكانه ومو سرطان غازي، يعني ما انتقل ما انتشر. صحيح. ما صار غازي. فهذا استئصاله سهل جدا، والسيده بتقدر تحتفظ بالثدي تبعها، والمعالجات ما بتكون كثير قويه والشفاء تقريبا. هلا انسايتو صار 97%. اكيد بنتمنى بالختام الصحه خلاص. والسلامه لكل خلاص. الناس، واكيد مثل ما بلشنا حديثنا المهم الكشف المبكر عن سرطان الثدي. خلال رسائلنا التوعويه لازم كل صبيه او سيده تتوجه للكشف عن سرطان الثدي. شكرا كثير لك. شكرا دكتور نوري المدرس رئيس الجمعيه السوريه للاورام ومدير مجمع الاكرم للهلال الاحمر، شكرا لكل اعضاء الجمعيه، وشكرا لهالجهود والأنشطة اللي عم تدوم. صباحك صحة وسلامة حكيمي. أهلا.